هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. نتنياهو يكلف رسمياً بتأليف الحكومة الإسرائيلية، ولبيد يصف اليوم بالأسود. هل يتجذر الانقسام داخل كيان الاحتلال؟ انفجار يهز وسط مدينة اسطنبول، وإردوغان يتوعد المرتكبين ومن يقف وراءهم. من يريد زعزعة الأمن في تركيا ولأي أهداف؟ أرحبا بكم. انتهت الانتخابات الإسرائيلية لصالح بنيامين نتنياهو، وتلقى الرئيس إسحاق هرتزوغ توصيات من نواب الكنيست، كلف بناء عليها نتنياهو أخيرا بتأليف حكومة جديدة. محاكمة الفساد لا تمثل عقبة قانونية أمام تولي نتنياهو منصب رئاسة الوزراء مجددا، يقول هرتزوغ خلال لقاء التكليف. من جهته تعهد نتنياهو بعد تكليفه باستقرار حكومي، وأن يكون رئيس وزراء لجميع الإسرائيليين، سواء من صوتوا لتحالفه أم من صوتوا لغيره، قائلا إنه سيعمل بحزم ضد عدوانية إيران، وأن هناك توافقا واسعا على مواجهة برنامجها النووي. أود أن أشكر جميع أعضاء الكنيسة 64 الذين أوصوا بي لمنصب رئيس الوزراء. سنبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة ومتفانية تعمل من أجل صالح جميع الإسرائيليين بلا استثناء. لكن وعود نتنياهو نذير شؤم لدى يائير لبيد، فيوم التكليف هو يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية بتعبيره، والسبب خضوع نتنياهو لابتزاز شركاء هدفهم المشترك تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء. وبناء على هذا الموقف والتقدير من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، توعد لبيد بخوض معركة في الكنيسة وفي الساحات من موقعه الجديد في المعارضة الإسرائيلية لإطاحة ما سماه حكومة الدمار. فما هو المتوقع لجهة شكل الحكومة التي يعمل نتنياهو لتأليفها، فيما يبدو أن صراعاً على الحقائب بدأ في المعسكر المؤيد له؟ إذن هذه عناوين ومحاور الملف الأول في المسائية، نفصله ونناقشه مع ضيفينا. معنا من القدس المحتلة الخبير في الشؤون الإسرائيلية إسماعيل سلمان، ومعنا من واشنطن المستشار السياسي لمركز ميرديان للدراسات الاستراتيجية الدكتور خالد صفوري. مرحبا بضيفينا. أبدأ وياك سيد مسلماني، هل يمكن أن نقول بأن ملامح الحكومة التي سيشكلها بنيامين نتنياهو باتت واضحة مع وجود وجوه من الفاشية، بن غفير عنوان أساسي ومحط يعني أنظار ليس فقط في داخل إسرائيل وإنما في خارجها، هل باتت ملامحها واضحة؟ وأي خطورة على الداخل الإسرائيلي من مثل هكذا وجوه أو هكذا حكومة؟ نعم، مساء الخير للجميع. حقيقة أن الملامح بدأت توضح بشكل واضح، وخاصة أن الخارطة الحزبية الآن هي قصيرة جدا، بمعنى أن الأحزاب واضحة، سوف يشكل نتنياهو من نفس المعسكر ولن يستطيع أن يحصل على سواء من لبيد أو من أي أحد من الأحزاب الذين أعلنوا بشكل رسمي الخصم. على سبيل المثال إسرائيل بيتنا من حلب، يائير لبيد قال لن أجلس مع نتنياهو، وبالتالي العمل لن يجلس معه، وبالتالي يائير لبيد فقط الآن فقط الذي غير معروف لهذه اللحظة هو جنس المعسكر الرسمي الذي يشكل من 12 مقعدا. وبكل الأحوال الخارطة الآن وضحت، وبدليل أن بدأت ملامح الحقائب تتوزع. نتنياهو ثعلب وماكر ومحنك سياسيا، أصلا تعتبر حزب شاذ زائد الحركة الصهيونية ويهودات هتوراة، هم يخضعون أصلا، ويستطيع نتنياهو أن يسيطر حتى في الحقائب. إذن هو يشكل بكل أريحية. إذن نحن الآن أمام فعلا مرحلة جديدة من تاريخ لماذا هي كذلك سيد مسلماني؟ لماذا نحن أمام مرحلة جديدة والبعض يقول إنها غير مسبوقة؟ لا نتحدث عن اليمين المتطرف فقط، وإنما أيضا عن الفاشية تدخل إلى داخل الحكم في إسرائيل. وضح لنا عناوين الخطورة هنا على الداخل، داخل الكيان الإسرائيلي. نعم، داخل الكيان الإسرائيلي هنا تكمن المشكلة، أن هناك معسكرين، معسكر الليبرالي المعتدل، بدأوا الديمقراطيون يتخوفون، وخاصة على رأسهم يائير لبيد، هو من دعاة الليبرالية العلمانية التي دوما يحاول أن يعمل توازن ما بين المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي. وحقيقة بدأت الصحافة الإسرائيلية والمحللين والسياسيين
يتكلمون بشكل، حتى العسكريون يتخوفون من وصول الداعشية أو الفاشية كما يقال، لأن بروز تيارات دينية لهذه لأول مرة في تاريخ إسرائيل تظهر أربع حركات تسيطر، حتى الليكود جزء منهم كبير هم أصلا من دعاة القومية المتدينة المتشددة المتطرفة في اتجاه القضايا. لكن بكل الأحوال لا ننسى أن نتنياهو حين يكون في داخل الحكم يختلف الأمر عما يكون هو خارجها، أي حين كان في الخصم. الآن اللهجة اختلفت، على سبيل المثال قبل ساعات تكلم أنه سيواجه الإرهاب بين قوسين ويقصد بذلك إيران وكافة الأذرع، بالإضافة القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، وبالإضافة قال أنني سوف أتواصل إلى التطبيع للدول العربية. نحن لسنا أمام فقط السياسات التي يمكن أن تنتهجها هذه الحكومة، أن يحتاج نتنياهو، نتحدث عن اليمين المتطرف أو حتى الفاشي، وبالتالي حتى هناك مشكلة في داخل اليهود، نحن نتحدث عن مشكلة بين اليهود الغربيين إن صح التعبير والشرقيين، وهذا بدأ أساسا في الخطوات التي بدأ يسعى للوصول إليها ضمن التفاوض مع بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير. سنعود لهذه النقطة، ولكن من خلالها اسمح لنا أن ننتقل للدكتور خالد صفوري، مرحبا بك من جديد. كيف تواكب واشنطن يعني عمليا تكليف بنيامين نتنياهو لتشكيل هذه الحكومة، والتي على ما يبدو الاتجاه أنها ستضم وجوها من الفاشية؟ وكان في تعليقات حتى نقلت من داخل الإدارة لوكالات إعلامية أمريكية بأن إدارة بايدن لديها مشكلة في التعامل مع حكومة فيها مثلا إيتمار بن غفير. تحياتي لكم الجمهور الكريم وضيفكم من القدس. طبعا الموقف الأمريكي في النهاية سيصف إلى ما تقرر إسرائيل، لكن ما يتم تسويه ويتم القول فيه أنه الحكومة الأمريكية لا تشجع نتنياهو أن يقوم بضم الحلفاء من أقصى اليمين، وهذا الجميع يعرف أن هذا لن يحصل. نتنياهو لا يستطيع أن يشكل حكومة بدون هذا اليمين، هو يعتمد على اليمين الديني واليمين المتطرف من أجل تشكيل حكومته، وفي الحقيقة لم يعطي إسرائيل يعني شيء يسمى يسار. اليسار الإسرائيلي انتهى، العمل حصل على أربع مقاعد ومرتس انسحب لأنه لم يحصل على أي مقاعد تؤهل وصول الكنيسة. فاللي موجود في إسرائيل الآن كلها أحزاب يمينية وأكثر يمينية، ويمينية متطرف ويمينية دينية، فهذا واقع سياسي تعرفه واشنطن وتعرفه الجمعيات اليهودية في واشنطن، الجميع باستثناء الجمعيات اليسارية يعني جي ستريت وبعض الجمعيات الصغيرة اليهودية التي احتجت على التشكيلة أو حذرت، قالت على أمريكا لا تتعامل مع حكومة إسرائيلية تشمل بن غفير واليمين الديني واليمين المتطرف، لكن الجميع يعرف أن هذا لن يحصل. الجمعيات اليهودية الرئيسية الADL، الجمعية الوطنية اليهودية وAIPAC كلها ستقف مع حكومة إسرائيلية حتى لو ترأس بن غفير. دائما المجموعات المؤيدة لإسرائيل تحرف من المواقف لتبرر لماذا تعترف بحكومة إسرائيلية حتى كلما ازدادت يمينية الوضع السياسي. لكن دكتور صفوري النقطة، وأنا أبقى معك معذرة، يعني هيرتزوك من يعني رئيس الإسرائيلي سرب له في مكان يتحدث أن العالم كله لديه مشكلة مثلا مع إيتمار بن غفير وفي أيضا سيمريتش، لكن الفكرة بأنه في ملفات يفترض بأن الولايات المتحدة الأمريكية تطلع فيها، أقل العنوان الذي تقدمه حل الدولتين وما إلى ذلك، هذه الشخصيات تنسف هذا المسار في ملف القدس وملف المسجد الأقصى الذي تقدم نفسها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتموضع في مكان ما تسعى للوصول إلى صيغة ضمن هذا الإطار أو مسار التسوية أو السلام. هنا المشكلة في طريقة التعاطي مع هذه الشخصيات وبالتالي مع السياسات التي قد تنتهجها. لا شك هناك مشكلة، لكن المشكلة دائما أن تكون عند الطرف عندما يكون طرف غير إسرائيلي. الطرف الإسرائيلي دائما يوجد له مبررات، وحتى الأطراف الأوروبية التي احتجت وتقول أنها لا تحبذ في النهاية هي ستلتزم ما تقوم بإسرائيل. أو أولا الجمعيات اليهودية تحمل دائما سيف معاداة السامية وتتهم حتى الذي يرفض التعاون مع أقصى اليمين الإسرائيلي بأنه معادي للسامية، وهذه الدول تعرف ذلك. دولة مثل ألمانيا تخشى أي شيء قد يغضب إسرائيل وبالتالي تقف معهم حتى عندما يكون موقف خاطئ، وبالتالي لا أتوقع أن يكون هنالك مجابعة حقيقية. في النهاية الدول الغربية ستسير في هذا المسار، والدول التابعة لأمريكا سواء كانت اليابان أو ما شابهها ستسير، وأستراليا وكندا ستسير كما تسير الولايات المتحدة. في النهاية هنالك حقائق سياسية في واشنطن في الولايات المتحدة. الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وأنا أعطيك مثال، كلفت ما يزيد عن 9 مليارات دولار، وجزء كبير من هذه التبرعات جاءت من
متبرعين يهود، ليسوا في أغلبهم من اليمين، لكن جزء كبير منهم من أقصى اليمين والذين دعموا الحزب الجمهوري. أكبر مبلغ دفع في الانتخابات الأمريكية 136 مليار دولار قدمه جورج سوروس، ويدعم مرشحين يساريين لكن هو كذلك يهودي. وبالتالي المال السياسي اليهودي في الولايات المتحدة يلعب دور كبير في دعم اسمح لنا أن استشير سيد إسماعيل مسلمان بهذه النقطة دكتور خالد صفوري، لأن هذه النقطة أيضا قد تكون مثار متابعة أو حتى ربما انقسام أوسع من ذلك على ما يتم التحذير منه عن موضوع اليهود، لأنه هلأ أو من ضمن يعني ما يأتي في المتابعات أنه رئيس الوكالة اليهودية يحذر الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تنفير يهود العالم. هذا مرتبط فيما قاله يعني وقدمه بن غفير بأنه دعا إلى وقف الهجرة لليهود غير المؤدين إجراءات التحول إلى اليهودية على النهج الأرثوذكسي. نوضح الهدف هو إلغاء القرار الذي يجيز التحول إلى اليهودية وفق النهج الليبرالي. لو نقربها للمشاهدين سيد مسلماني، ما خطورة هذا الأمر في ضرب ربما يعني شكل أو بآخر النسيج المجتمع الإسرائيلي بين قوسين، ومفهوم هنا اليهودية بين الشرقية والغربية، لأنه النخب الغربية بين قوسين اليهودية تتعرض أيضا لنكسة كبيرة انطلاقا من هذه الانتخابات والتصويت الذي جرى الذي أفضى إليها؟ نعم، دعينا نوضح قضية هامة أمام المشاهدين، قضية أن هناك اتفاق الوضع القائم يطلق عليه في اللغة العبرية ستاتوس كو. هذا الوضع القائم اتفاق ما بين العلمانيين اليهود وبين المتدينين عام 1947، ينص على أربع قضايا. القضية الأولى يوم السبت ممنوع التدخل، هي عطلة رسمية. القضية الثانية الأكل أن يكون حلال. القضية الثالثة موضوع جهاز التعليم يمنع التدخل فيه من قبل الدولة. والقضية الرابعة هي تخص المحاكم الدينية اليهودية. أربع قضايا تم الاتفاق عليها. إسرائيل منذ عام 47 ولغاية هذه اللحظة هناك خطوط حمر للمتدينين، عدم التدخل في شؤون الدولة. هذا من جانب مهم جدا أن نكون واعيين لما يجري في داخل إسرائيل. نعم، الخطورة تكمن أين؟ تكمن الآن تمرير القوانين. إذا الحركة الصهيونية تحديدا مثل سمتروش وإتمار بن غفير وأيضا كذلك الأمر بالنسبة ليهودات هتوراة تمرير قوانين بأريحية، هنا تكمن المشكلة في تمرير قوانين فيما يخص التطرف على المسجد الأقصى، فيما يخص القوانين التي ذات علاقة لها برفع المحكمة العليا من موضوع الصلاحيات وتقويدها في الجانب الديني. هذه هنا تكمن الخطورة في صعود الفاشية الدينية التي ممكن أن تؤثر على المستوى الخارجي. وبدأت تمظهر هذه القرارات بمعنى أن الآن إتمار بن غفير غير لهجته مرة أخرى. نتنياهو نجح في تغيير سياسات بعض منها، على سبيل المثال إتمار بن غفير بدأت الآن تتغير سياسته لأن الأمور في داخل الحكومة تختلف الأمر. وأعتقد بأن إتمار بن غفير أو سمتروش أو أي شخصية من الوزراء سوف يكون ضمن اللعبة السياسية التي يتحكم بها نتنياهو. هناك قوانين وهناك إجراءات يتم التعامل فيها وضوابط في داخل الحكومة، وليست الأمور بشكل منفرد يتعامل الوزير بأخذ صلاحيات كما يشاء وكما يريد. أي نعم، هناك حقائب سيادية أساسية مثل الجيش لن يقبل نتنياهو بإعطائها لأي أحد، هي واضحة جدا، أعطيت للليكود ليؤاب جالانت والذي ممكن، وبالنهاية أعطى لسمتروش وإتمار بن غفير وحزب شاه موضوع الداخلية والمالية وبعض القضايا. طب هنا سنعود لهذه النقطة لأنه نقطة مهمة، موضوع الأمن الداخلي ليس فقط موضوع السياسات التي يمكن أن تهجها هذه الشخصيات. سأعود إليها سامحني، لأنه أيضا نتحدث عن شخصيات هي محكومة جنائيا حتى مدانة بالإرهاب، ورغم ذلك انتخبها الناخب الإسرائيلي. اسمح لنا يعني أن نستعرض هنا بالنسبة للسيناريوهات التي يمكن أن نراها، لأنه مع بنيامين نتنياهو نتحدث عن 28 يوما هي المدة أمام نتنياهو لتأليف حكومته، وإن لزم الأمر تمدد 14 يوما آخر، فيما يواصل اتصالاته مع شركائه من اليمين المتدين والمتطرف ساعيا إلى تفاهمات بشأن تأليف الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية في حكومته السادسة في تاريخه السياسي. من أبرز حلفائه المفترضين؟ حزب شاس وحزب إسرائيل بيتنا،
فتوقعات المحللين أن تكون حكومته يمينية من دون تسويات مع من يمكن أن يشكل معارضة لحكومته، فقد فشلت مساعي هرتزوك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في إقناع لابيد وبني جينتس بتأليف حكومة معه. تحالف اليمين الكامل كما اصطلحت عليه مجلة فورين أفيرز هو ما ستسير إسرائيل عليه إذن كما ذهبت إليه المجلة، مشيرة إلى 4 أحزاب حليفة ستدفع نتنياهو أكثر في اتجاهها الأيديولوجي لتكون الحكومة الأكثر تطرفا على الإطلاق في تقدير فورين أفيرز، وتحديدا في السياسة الخارجية والصراع ضد الفلسطينيين. فالعلاقة مع واشنطن ستكون تحدي سياسي، حيث تستبعد إدارة بايدن التعامل مع إدمار بن غفير وأمثاله، بينما تثير هذه الحكومة المرتقبة قلقا فلسطينيا. فالتوقعات ترجح واقعا صعبا ينتظر الضفة والقطاع. وأما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية فأكد أنها ليست شريكا للسلام. هذا أحيل إليك دكتور صفوري مع السؤال، كيف إذن ستتعامل واشنطن إدارة بايدن مع السياسات المرتقبة من هذه الحكومة، وأن عبرت عن قلق أو نقل في الأوساط الإعلامية قلق حتى غربي؟ من المهم أن نعرف أنه الرئيس بايدن تأخر في تهنئة لنتنياهو على الأقل 5 أيام أو 6 أيام، وكان هناك امتعاض من القيادات اليهودية في واشنطن مع أنه بايدن تأخر كثيرا في هذه التهنئة عندما معظم رؤساء الدول الأخرى هنأوه، وهذا نابع من أنه هناك ليس هنالك ود بين الإدارة الديمقراطية ونتنياهو. نتنياهو كان وبوضوح يؤيد ترامب في الانتخابات السابقة وتكلم عن علاقة خاصة، ومؤيدين نتنياهو في أمريكا كذلك دعموا رئيس ترامب، فليس هنالك حب وود بين الطرفين، لكن بالنهاية تبقى مصلحة الحزب الديمقراطي والذي سيضغط على الرئيس والجمعيات اليهودية التي هي أصلاً ضغطت على الرئيس الأمريكي من أجل زيارة المملكة العربية السعودية، وهذا يعني كلام معروف. إيباك والمؤسسات اليهودية الثانية الأخرى ضغطت عليه من أجل هذه الزيارة، وتيل ستضغط عليه من أجل التعامل مع نتنياهو ومع أي إدارة تأتي في إسرائيل، حتى لو نزل نتنياهو تنحى وبن غفير جاء وهو أصبح رئيس الوزراء سيكون هنالك امتعاض، لكن في النهاية ستتعامل الولايات المتحدة معه. وهنالك كثير من القيادات اليمينية اليهودية الأمريكية قالت علناً على تويتر أنه على أمريكا أن تتعامل مع خيار الشعب الإسرائيلي، وأن هذه انتخابات حرة وهذه ديمقراطية وعلينا أن نحترمها. هذا طبعاً كلام لا يكون واقع عندما يكون الوضع فلسطينياً. نحن نتذكر أن الحكومة الأمريكية هددت محمد عباس أبو مازن أن يقوم بحكومة مشتركة مع حماس عندما كان هنالك في محادثات مصالحة باعتبار حماس منظمة إرهابية. هذا الواقع لا ينطبق على الطرف الإسرائيلي، ودائما هناك استثناء عندما يأتي الموضوع الإسرائيلي. طيب لكن الفكرة في ملفات يعني يفترض أن تطلع فيها في التعامل الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نقطة أود أن أستشيرك بها موضوع اليهود، يعني النخب الليبرالية بين قوسين التي تقدم أو الغربية اليوم تتعرض لنكسة، وهذا المشروع الذي يدعم بشكل أو بآخر تحت عنوان الديمقراطية في إسرائيل، هذا لا يؤثر الدكتور بشكل أو بآخر؟ يعني ملف القدس كان من الملفات التي قدمت على أنه ساهمت بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وهي تعود الآن بسياسات أكثر تشددا مع الوجوه الجديدة. الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تصوت، وهذه الانتخابات الأخيرة 75% لصالح الحزب الديمقراطي، وتاريخيا هي جالية ديمقراطية ويسارية، لكن عندما يأتي الموضوع لإسرائيل فهي منقسمة. اليسار أو الديمقراطيين الأمريكيين اليهود ينقسموا 50% مع أي حكومة في إسرائيل، موقفهم مشابه لموقف اليمين اليهودي في أمريكا، والنصف الآخر خصوصا الليبراليين منهم يعترضون وينتقدون من سياسة إسرائيل. واليهود من الأصغر من سن 30 غالبيتهم العظمى حوالي 60% و70% في معظم استطلاعات الرأي ينتقدون سياسة إسرائيل العنصرية، وينتقدون تمييز ضد الفلسطينيين، وينتقدون استمرار البناء مستوطنات في الضفة الغربية، وبالتالي هنالك فرق كبير. لكن أنا أعتقد في النهاية غالبية الجالية اليهودية تقف مع من يأتي إلى الحكم بإسرائيل، حتى لو كانت غير راضية شخصيا، هي تقول أو تبريرها أن اليهود عانوا في التاريخ وبالتالي يقفون مع أي شخص من أجل البقاء على قيد الحياة، وهذا تبرير يعني موجود لديهم، وهذا الصراع موجود وسيبقى، لكن سينمو خصوصا أنه الجالية اليهودية صغار السن من طلبة الجامعات ومن سن الثلاثينات، هذه المجموعة واضح جدا أنه غير راضي عن تصرفات إسرائيل، وتقف أمام
هذه القيادات اليهودية التقليدية، لكن يبقى المال اليهودي في غالبيته عند الجيل الأكبر سناً، وهذه المجموعات لا تملك نفس النفوذ، لأنها صحيح هي ناشطة على مستوى القواعد في الولايات المتحدة، لكن المال هي في يد كبار السن ومتوسطين السن بشكل أكبر بكثير جدا. إذا لديك أي تعقيب سيد إسماعيل مسلماني؟ والسؤال أيضا الآن التفاعلات التي يمكن أن نراها على مستوى الخارطة السياسية، خصوصا مع التصريحات التي تأتي من لابيد بأنه في يوم أسود للديمقراطية عندما يعني يتسلم بنيامين نتنياهو يشكل هذه الحكومة، وخصوصا أنه المؤشرات التي يتم الاستناد عليها، النقطة التي يدعمها أيضا في الخطوات ويطرحها في التفاوض مع بنيامين نتنياهو بن غفير أو تحالف الصهيونية الدينية، فكرة يعني فكرة القفز أو فقرة التغلب، يعني بأن يكون هناك نوع من التفاف على قرارات المحكمة العليا، تقويض صلاحياتها، ويكون القرار أكثر للكنيسة الذي الآن يحكمه اليمين المتطرف وفق النتائج. نعم هذا صحيح، ويائير لبيد حين قال بأنه هو يوم أسود حين استلم تكليف الكتاب، هو يتكلم من ناحية مفهوم الإسرائيلي، هذا صحيح بأن الحركات الدينية هي التي الآن تستلم الحكومة، هذا يعني تمرير القوانين بكل سهولة، تغيير أو تغليف بعض المحاكم، هروب نتنياهو من المحاكمة، هذا يجعله بتغيير مثلا المستشارة القضائية وبعض الوزراء، هذا ممكن أن ينفد منها ويهرب ويتهرب من المحكمة التي ممكن أن تقر. وكان هناك حديث لأن نتنياهو، الغريب الأغرب أن يائير لبيد أعلن بأن نتنياهو كيف لهذا المجتمع ولهذه الأحزاب أعطى 32 مقعد، تقريبا أكثر من النصف يصوت لشخص هو متهم ومدان بثلاثة قضايا، هذه مشكلة وكارثة كبيرة جدا. الإعلام، الصحافة أو يائير لبيد ومن معه، هم قالوا بكل صراحة كيف ينتخب شخص هو متهم بعدة قضايا، هذا جانب. الجانب الثاني الحكومة يعني يحقق معه أيضا بقضايا أيضا جنائية سيد مسلماني، فإذا كان رب البيت في الطبل يعني بتكون باقي الوجوه في الحكومة بنفس الإطار، لكن الناخب الإسرائيلي ارتضاهم وصوت لهم وهم أيضا مدانون، يعني نحن نتحدث نتنياهو يتم التحقيق معه، لكن باقي الأسماء التي ذكرناها في إدانة جنائية وحتى بتهم إرهاب بين قوسين كما يتم يعني التعريف لها حسب إسرائيل. هذا صحيح، بدليل أن المستوطنين على سبيل المثال لا يهتمون لقضايا الجنائية فيما يخص لنتنياهو، قالوها بكل صراحة وبفترة الانتخابات والدعاية الانتخابية كل المتدينين. بالمناسبة المتدينون يشكلون تقريبا في المجتمع الإسرائيلي فقط 14-16%، أي بمعنى أن هم أعدادهم قليلة ما بين الغالبية العظمى، أغلبها أشكناز الذي ينتمي إليها نتنياهو، وهو ناجح في موضوع المستوطنات. سمتروش بتليل هو أكثر شخصية أو أبو المستوطنات الذي يحاول أن يركز، ونجح نتنياهو معه بإعطاء أي وزارة بالمقابل أن يحل مشاكل المستوطنات على مستوى البنية التحتية وتحويلها إلى مدنية، هذا لا توجد مشكلة لدى نتنياهو، وخاصة القدم والاستيطان، في هناك موافقة أمريكية للاستيلاء على الأرض وهذا ما يعمل به. هذا يعني أن الناخب انتخب نتنياهو لسبب واحد، أن نتنياهو هو صاحب الأمن، هو الذي يجلب الأمن أكثر من يائير ونفتالي بنت الذين هم شاهدوا فترة معركة سيف القدس ووحدة الساحات وكل الهبات التي مرت بها القضية الفلسطينية خلال عامين، هي أثبتت بأن نتنياهو استطاع أن يقدم أكثر أمنا وأمانا، بعكس الذي سقط حسب رأي الخصوم بأن يائير لم ينجح في عملية على سبيل المثال في موضوع مخيم جنين ونابلس لغاية الآن وظهور مجموعات عرين الأسود، لم يستطع يائير لبيد القضاء على عش الدبابير، هكذا وصفت بمعنى التحدي الأكبر. هذا بالإضافة إلى القضايا المعقدة الموجودة على الساحة، على سبيل المثال موضوع ترسيم الحدود التي ما بين لبنان وإسرائيل، انسحب نتنياهو بالضغط من أمريكا، لا يستطيع التلاعب، هو في حين كان خصم كان يتكلم كما يريد، الآن الأمور مختلفة تماما عما كانه. على الأقل المستوطنون أو المجتمع الإسرائيلي أو المركبات المختلفة التي أيدت نتنياهو هم يشعرون أنه هو صاحب الأمن،
ولا ننسى أن لكن هذا أيضا يحتاج للوقوف عنده سيد سلماني، لأنه اليوم نحن أمام مشهد مختلف، وعنوان الأساسي هو الضفة الغربية، تطور العمليات الفدائية واستمرارها والغضب الفلسطيني، وإتمان روبن غفير أو حتى سيموريتش إذا ما حصلوا على الأمن الداخلي ويتم التوعد به بالضرب بيد من حديد، منع أيضا أو إعادة كما يقول الأرض لأهلها، ونتحدث عن حوالي 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية الآن موجودين في بالحكومة. سأعود إليك دكتور خالد الصفوري، في ملفات يفترض أن تطلع في التعامل واشنطن مع هذه الحكومة، الاتفاق النووي، اتفاق ترسيم الحدود، والتخوفات من أن نرى يعني تطورات ميدانية، القطاع يعني يتم التخوف من أن يكون هناك عملية باتجاهه أو عدوان جديد على قطاع غزة، طريقة التعاطي أيضا مع الضفة الغربية والقدس. هنا كيف يمكن أن نرى السياسة الأمريكية في التعامل مع هذه الحكومة التي قلت ستقبلها أيا كان من يترأسها؟ لن يكون هناك جديد. يعني إذا نظرنا منذ 50 أو 60 سنة، الحكومات الأمريكية المتعاقبة لا تقف، يعني لا تأخذ لغة صارمة أو حادة ضد إسرائيل، دائما يكون هناك ترجي أو كلام لطيف. حتى عندما قام أوباما في آخر عهده وسمح بالتصويت في الأمم المتحدة ضد إسرائيل، كان هذا موقف استثنائي لم تقم به إدارات كثيرة، وكان جزء منها غضب من أنه نتنياهو تحدى عندما كان يحاول أن يمر الاتفاق النووي الإيراني. فالحكومات المتعاقبة في أمريكا تتعامل مع أي حكومة تأتي في إسرائيل بغض النظر وين أين تقف، لكن في النهاية كذلك الولايات المتحدة لديها حلفاء عرب، جزء منهم لديهم علاقات مع إسرائيل بالعلن، جزء منهم لديهم علاقات بالسر، لكن في النهاية كذلك لا يريدوا اشتعال حرب في المنطقة، لأنه كذلك ذلك يحرجهم أمام الشارع رغم عدم اهتمامهم الكبير بالشارع أو بشارعهم، لكن في إحراج كبير. ولهذا نجد أن الحكومة الأمريكية ستحاول أن تكمح جماح أي محاولات عسكرية ستقوم بها إسرائيل، لأنه أي تحرك عسكري سيضر من مصلحة الولايات المتحدة في المنطقة وحتى في مصلحة إسرائيل، لأنه بحاجة الاستقرار. لكن أنا أعتقد ضمن التحالف الجديد، خصوصا إذا تم تسليم وزارة الشرطة إلى بن غفير، فهو بالتأكيد سيقوم بقمع الفلسطينيين بشكل أشد مما تقوم به الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة، لأنه هو ضمن شعاراته إخراج الفلسطينيين وإخلاءها من الضفة وضمها بشكل نهائي إلى باقي إلى دولة إسرائيل. فلهذا هناك احتمالات واقعية، وأعتقد أنه قد يحصل صدام بينه وبين نتنياهو، لأنه الفرق بينه اثنين لديهم نفس الشعارات، الاثنين يطمحون لضم كل الأراضي والجولان وحتى أكثر من ذلك، لكن نتنياهو يتلاعب بموضوع الدبلوماسية وبن غفير لا يهمه وغير معني موضوع الدبلوماسية. طبعا علينا ننتظر ونرى إذا هو سيغير خطابه باعتبار أنه سيريد أن يكون سياسي مقبول. حتى الآن لا نعرف إذا الدول الغربية على الأقل الأمريكان سيتعاملوا مع أي شخص في إسرائيل. الغربيين لديهم اعتبارات تختلف قليلا، ولديهم برلمانات قد تعترض، ولديهم جمعيات حقوق إنسان ترفع قضايا بالمحاكم، وهذا كله قد يحرج الإدارة نتنياهو أو من يمثلها في خارج، خصوصا في الشؤون الدبلوماسية المختلفة. سيد سلماني، الفلسطينيين برأيك كيف يفترض أن يتعاملوا مع هذه الحكومة؟ وهل أغلقت برأيك كل المسارات أمام أن يكون هناك تحالفا مختلفا؟ يعني كان في مساعي كما قدم من الرئيس الإسرائيلي لأن يعني يكون في حكومة لبيد وجانس مع باقي أيضا الأطراف التي قد تشكل حكومة مقبولة بالصياغ بشكل أو بآخر أمام الملفات والتحديات، هل أغلق ذلك؟ وأي يعني أي طريقة يفترض أو خيارات للفلسطينيين للتعامل مع هذه الحكومة بسياساتها؟ نعم، الشعب الفلسطيني ينظر إلى هذه المسألة بعين الخطورة، وخاصة التغيرات والإجراءات، ونتنياهو لا يختلف عن يائير لبيد ولا نفتالي بنت أو جانس لغاية اللحظة ما زال رافع شعار كاسر الأمواج أو عملية كاسر الأمواج التي هي استمرت أكثر من 9 شهور، بمعنى ضرب المقاومة الفلسطينية الموجودة في نابلس وجنين تحديدا، الذين شكلوا المجموعات وعلى رأس عرين الأسود والكتائب المختلفة من كافة التنظيمات، وتحديدا الجهاد الإسلامي، أي كتائب السرايا الذين شكلت رعبا وشكلت إرباكا للمؤسسة الأمنية. نتنياهو ممكن هنا أن يتعامل بطريقة التكتيك والاستراتيجية، يختلف عن
يائير لبيد الذي اتهمه بأنه ليس خبير وليس لديه رؤية في التعامل، وهو هكذا يصنف نفسه أنه يستطيع التعامل كما تعامل مع غزة وما تتعامل مع الجنوب اللبناني، هو يستطيع التعامل مع تقديم الخدمات الاقتصادية بشكل أفضل ورفع بعض الحواجز، هذا ممكن أن يرفع من شأنه لنتنياهو. نتنياهو هو ثعلب بنفس الوقت ومحنك، ويستطيع التعامل مع كل القضايا والملفات. الآن موضوع القدس هي الحلقة المركزية، وخاصة المسجد الأقصى. ما الذي ينتظر فيما بعد؟ هل فعلا سيتم تمرير قوانين لوضع اليد على المسجد الأقصى من حيث المكان وتوفير اللازم وحصول الغطاء دوليا من أجل تسهيل، وما نشاهده من الاقتحامات اليومية؟ هنا الخطورة تكمن لكافة القوى، وأعلنت المقاومة الفلسطينية في غزة وكل القوى في الضفة الغربية بأن نتنياهو إن أقدم على موضوع المسجد الأقصى أو السماح بالتمرير للمكان، هنا سنشهد حربا ممكن أن تمتد محليا وإقليميا. وأعتقد أن الأردن بالأمس أعلنت عن قلقها وخوفها الخطير فيما يتعلق في المسجد الأقصى، والتي تحاول سموتريش والحركة الصهيونية رفع الغطاء قانونيا من خلال الكنيسة، وأن يرفع من وصايا الأردنية، وبالتالي فتح المجال عالميا، وخاصة نحن أمام أزمة أوكرانيا وروسيا والعالم منشغل، وشاهدنا الصمت العربي باتجاه الاقتحامات. على سبيل المثال اليوم دخلوا بلباس غير محتشم في داخل الساحات ويصلون ويرقصون ويضعون التلمود والسجود، بدأوا يطبقون كل هذا. بقي الآن فقط هد المسجد قبة الصخرة ووضع الهيكل حسب ما يتزعمون، هذه فقط وصول المرحلة النهائية. هم أخذوا من المحاكم الإسرائيلية الشروع والتنفيذ كما يودون بالصلاة والرقص ولبس اللبس. بجملة سيد سلماني، ما الذي قد نراه إذن مستقبلا انطلاقا من كل هذه العوامل التي ذكرتها؟ جملة لطفا نختم بها. هذا يقودنا إلى حرب دينية، هذا بمعنى آخر بأن ما تكون هذه الحكومة شكلها وتعاملها مع المسجد الأقصى هو الحلقة المركزية الآن. نعم. التي بقيت هاجسا للمؤسسة الأمنية، بمعنى فرض السيطرة وفرض السيادة على مدينة القدس. هذا ما يقلق الآن الشعب الفلسطيني والمقدسيون فيما يخص في المسجد الأقصى، لأن ما يجري الآن هو خطير جدا على مستوى أولا رفع الأبواب السبعة أمام المستوطنين. شكرا. السماح لساعات طويلة للمستوطنين، السماح لديهم بدخول يوم السبت والجمعة للمسجد الأقصى، وهذا ينذر أيضا بالكثير من التداعيات الخطيرة، ليس فقط في المواجهة مع الفلسطينيين وأيضا في ما يتم التخوف داخل يعني إسرائيل. شكرا جزيلا لك سيد إسماعيل مسلماني، أنت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ضيفنا من القدس المحتلة. جزيل الشكر لك دكتور خالد صفوري، مستشار السياسي لمركز ميرديان للدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من واشنطن. شكرا لضيفينا. مشاهدينا، فاصل قصير نفتحه من بعده الملف الثاني في المسائية في التفجير الذي ضرب وسط تركيا، ما يريد زعزعة الأمن فيها؟ تفضلوا رجاء بالبقاء. أهلا بكم جديد في المسائية من الميادين. انفجار يهز شارع استقلال بميدان تقسيم وسط اسطنبول، المنطقة الحيوية ذات الرمزية الاقتصادية وأيضا السياسية التي غالبا ما تكون مكتظة، انقلب فيها المشهد رأسا على عقب. صور الكاميرات المنتشرة في الشارع أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة زرعت في حوض ليعزو. قرابة 60 شخصا بين قتيل وجريح سقطوا في التفجير الذي ضرب المنطقة في إحدى ساعات الذروة. اللقطات التي انتشرت سريعا أظهرت هؤلاء وهم
ممددون في الشارع الشهير، فيما فرضت القوى الأمنية طوقاً حول المكان وباشرت التحقيقات لمعرفة خلفيات التفجير. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سارع إلى اتهام من وصفهم بالتنظيمات الإرهابية بالوقوف خلف التفجير، متواعداً المرتكبين ومن وراءهم بالفشل في النيل من تركيا. بحسب التطورات الأولية والمعلومات التي تلقيناها من والي اسطنبول، هناك إشارات ودلالات على أنه هجوم إرهابي، لكن السلطات المعنية تواصل تحقيقاتها للكشف عن مرتكبي هذا الهجوم الدنيء والجهات التي تقف وراءه. ليكن شعبنا على ثقة من أن منفذي تفجير شارع الاستقلال سينالون العقاب الذي يستحقونه، وأن مساعي التحكم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب لم ولن تحقق هدفها. هي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها شارع استقلال، فهو استهدف سابقا في سلسلة من التفجيرات الإرهابية عامي 2015 و2016، وتبنى آنذاك تنظيم داعش تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح. لكن ماذا في تفجير اليوم؟ وأي سياقات داخلية وحتى خارجية يمكن قراءتها من خلاله؟ معنا من اسطنبول كاتب والمحلل السياسي سيد يوسف كاتب أوغلو. مرحبا بكم سيد كاتب أوغلو. من خلال ما رشح حتى الآن من معلومات، وإن كان هناك طوق أمني وحتى تكتم على يعني المعلومات التي يتم الإفراج عنها حول هذا التفجير، من خلال ما استمعنا إلى رئيس التركي وحتى نائبه، بصمات من يحمل هذا التفجير برأيك أو وفق المعطيات؟ مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين، ونترحم على أرواح الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. بداية هذا التفجير، نعم كان هنالك ترقب من الحكومة التركية لمعرفة من وراء من يقف وراء هذا التفجير، هل هو عمل إرهابي أم حدث عارض، وجاءت التصريحات سواء من والي إسطنبول وأيضا من الرئيس رجب طيب أردوغان بأن هنالك مؤشرات تدل على أن هذا العمل هو عمل إرهابي من خلال الكاميرات المراقبة ومن خلال التقارير الأمنية التي أفادت بأن هنالك امرأة كانت في منطقة التفجير بقيت أكثر من 45 دقيقة ثم تحركت باتجاه المكان الذي حدث فيه التفجير أمام أحد المحلات المشهورة. كما أفدتم 60 بين قتيل وجريح، 6 قتلى وأكثر من 54 جريحا، 2 منهم في حالة خطرة. طبعا لابد أن نقول بأن بعد 5 سنوات من الهدوء التام بعد 2016 ولم يحدث أن حدث أن هنالك حوادث تفجير أو حوادث إرهابية سواء في إسطنبول أو في داخل تركيا، تعود الآن مرة أخرى هذه المجموعات الإرهابية لتمارس هذا النوع الخسيس من استهداف المدنيين في المكان والزمان. له دلالات كبيرة، اليوم الأحد وهو يوم عطلة، والشارع الاستقلال في منطقة تقسيم وهي منطقة سياحية تعج بالزوار وأيضا بالسكان المحليين. استهداف المدنيين هذا يدل على مدى بشاعة وفظاعة العمل الإرهابي الذين قاموا به. من وراء هذا العمل؟ هنالك بعض الدلائل تشير أن حزب العمال الكردستاني PKK الذي يعتبر منظمة إرهابية دولية على مستوى الأمم المتحدة والعالم وعلى أيضا بالنسبة إلى تركيا هو وراء هذا الحادث. كيف يعني يمكن يعني ان نقف بناء على المؤشرات او المعطيات حتى الان بانه PKK هي من قامت بمثل هكذا عمليه، على ماذا تستندون؟ ليس هنالك ادله مؤكده على ان هم من وراء هذا الامر، لم يتم تبني هذا الامر بشكل فعلي، ولكن الطريقه والاداء واستخدام النساء في هذه التفجيرات هذا هو اسلوب وديدن حزب العمال الكردستاني وليس داعش. هل لماذا يستبعد داعش هنا؟ داعش استخدمت النساء ايضا سابقا في تركيا على الاقل. هنالك دائما داعش تستخدم طرق مختلفه، اما PKK يستخدم العنصر النسائي اكثر في مواضيع التفجير اولا، ثانيا داعش تستخدم الانتحاريين التفخيخ البشري، بينما PKK ليس بالضروره أن يكون هناك استخدام تفخيخ بشري أو قنابل موقوتة بشرية، وإنما تكون من خلال قنابل تزرع في مكان ما أو توجه عن بعد. طبيعة الأسلوب الأسلحة التي استخدمت والطريقة التي نفذت بها هذه العملية
ربما ونقول وتحتها 100 خط ربما تشير إلى البيكاكا، وليس هنالك بعد أدلة مؤكدة. ننتظر التحقيقات. تم الآن توظيف أو إعطاء المهمة إلى 8 من المدعين العامين من وزارة العدل والقضاء، واثنان من كبار المفتشين في الأمن الجنائي، والكل الجهات الأمنية والطبية وجميع المعنيين من الحكومة التركية وأيضا من ولاية إسطنبول متواجدون في المنطقة، وتم إغلاق المنطقة أمام المارة، وتم إلغاء معظم الفعاليات لضمان سلامة المواطنين وأيضا السياح. طيب ستحدث عن هذه المنطقة وأيضا عن دلالات المكان وحتى التوقيت، نعرض لبعض منها. لا شك مشاهدينا في أن توقيت التفجير وسياقات المشهد الداخلي يمنح الحدث الذي وقع في إسطنبول أهمية مضاعفة، فالتفجير يتزامن مع سخونة يتسم بها المشهد السياسي الداخلي في تركيا تمهيدا لبدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر تنظيمها في حزيران يونيو 2023. انتخابات تقول استطلاعات الرأي إن شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم ستتراجع فيها في وقت تسعى فيه أحزاب المعارضة للوصول إلى مرشح توافقي لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لكن الانتخابات ليست وحدها الاستحقاق الذي ينتظره الأتراك، فالوضع الاقتصادي والتضخم يؤرقانهم. أردوغان قدم تطمينات بأن تركيا لن تعاني من مشكلة في تأمين موارد الطاقة في فصل الشتاء، وأنه سيسعى لتخفيض الأسعار بتواصل مباشر مع روسيا، فضلا عن وعده ببدء انخفاض نسبة التضخم مع أوائل عام 2023. سيد يوسف كاتب أوغلو، تحدثت كثيرا عن المكان وعن أهمية هذا المكان، قلب السياحة وعنوان للاقتصاد ومركز فيه الكثير من البعثات الدبلوماسية. أي دلالة وهدف من اختيار هذا المكان في هذا أيضا التوقيت الذي أشرنا لبعض النقاط الخاصة به؟ طبعا لابد أن أعلق على بعض ما تفضلتم به من بعض المعلومات وسأجيب على سؤالك وهو مهم. بداية شعبية حزب العدالة والتنمية أفدتم بأنها في تراجع وهناك تحديات للانتخابات القادمة، ولكن ما نزال لدينا الكثير من الإنجازات الإيجابية رفعت من نسبة التصويت لحزب العدالة والتنمية، أو سميه إن شئت حزب التحالف الجمهوري مع الحركة القومية، والآن استطلاعات الرأي تقول بأن النسبة في تزايد كبير بالنسبة للعدالة والتنمية وتحالف الجمهور. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لما ذكرت بأن هنالك وضع متردي في الاقتصاد في ظل وجود غلاء أسعار وتضخم، هذا ليس بالتوصيف الصحيح بالنسبة لاقتصاد تركيا. اقتصاد تركيا على مستوى الماكرو إيكونوميكس هو اقتصاد قوي، وتحقق نسبة نمو 5.5% الأولى أوروبيا والثانية عالميا، وبصادرات تتجاوز 260 مليار دولار، وأرقام قياسية في السياحة 50 مليون سائح و40 مليار دولار. ربما على مستوى الميكرو إيكونوميكس على مستوى الفردي، نعم هناك تضخم، وهذا أمر ليس في تركيا فقط وإنما في معظم دول أوروبا وكل الدول التي تستورد الطاقة، حتى عندكم في لبنان أرقام قياسية أيضا في التضخم. هو في فرق يعني عفوا سيد يوسف كاتب أملو بين الاقتصاد اللبناني وبين الاقتصاد التركي، هو الاقتصاد هو العنوان الأساسي الذي وسم يعني حكم حزب العدالة والتنمية، والذي كان المشروع الأساس الذي نقل تركيا من واقع أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لذلك يركز عليها أيضا في إطار المرحلة المقبلة من الانتخابات، والتي المعطيات التي نذكرها يعني تبرزها بعض الاستطلاعات الرأي أو حتى التقديرات التي تقدم وفق يعني التقارير الاقتصادية، لكن هذا يوضع في الحسبان ويذكر بالنسبة للمسؤولين الأتراك بما فيهم الرئيس التركي. وبالتالي أي تأثير يمكن أن نراه ربما يكون هناك سلبا أو إيجابا، أن يأتي هذا التفجير رغم الويلات والوجع والدماء التي سقطت، على أن تكون ربما يمكن الاستفادة منها والبناء عليها طالما هناك تهديد إرهابي يطال البلاد، أو العكس بالنسبة للاستحقاق الانتخابي، هناك ممكن من يرجعها إلى سياسات حزب العدالة والتنمية التي تفضي بالنهاية لنرى مثل هكذا عمليات. طبعا فقط تعقيب بسيط أيضا على الوضع الاقتصادي، تصنيف موديز الائتماني وهي شركة أمريكية عالمية معروفة قامت بتغيير تصنيف تركيا الائتماني بتحسين رفع نسبة النمو المتوقع حتى نهاية العام إلى 5.3 عوضا عن 4.4%، وهذا يدل على قوة الاقتصاد التركي. أما بالنسبة للتطورات الحالية والاستهداف الإرهابي لتركيا،
بالتالي نعم هناك استهداف لتركيا لأنها أصبحت رقما صعبا في المعادلة الإقليمية، وأصبحت لاعب إقليمي متلائم ومهم، وأصبحت هي التي تصنع الكثير من الأحداث في المنطقة وليست هي من يجرى عليها هذه الأحداث، وبالتالي ربما أصبحت هي يجب معاقبتها أو تحييدها، أو يجب أن يكون هنالك تغيير في النظام الذي تتبعه الحكومة الحالية والرئيس أردوغان. وأتوقع بأن تركيا بسيادتها وباستقلالها هي أصبحت الآن يعني يراد تغيير دبلوماسي وسياسي في أدائها لتتماشى مع متطلبات الآخرين. تركيا سيدة دولة قوية، وبالتالي المثل يقول الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه، والتصريحات الرئيس أردوغان اليوم قبيل سفره إلى أندونيسيا قال بالحرف الواحد نحن عازمون على محاسبة ومعاقبة كل من تجرأ على المساس بالأمن والاستقرار التركي. طبعا وقال من يقف وراءهم، هنا عن من نتحدث؟ واضح يعني من يدعم الآن البيكاكا، ومن يدعم الآن فتح الله جولان المنظمة الإرهابية، ومن يدعم الآن البي واي دي والواي بي جي. أمريكا هي الآن الدعم الحقيقي، يعني أمريكا تسلح هؤلاء، أمريكا تستضيف فتح الله جولان في بنسلفانيا، أمريكا الآن تعطي السلاح للبي واي دي والواي بي جي، هي تدرب البيكاكا وهي تدعم البيكاكا حزب العمال الكردستاني وهو منظمة إرهابية باعتراف الأمم المتحدة وباعتراف أيضا أمريكا وتركيا. لذلك هنالك بايدن قالها قبل أن يأتي إلى الحكم، قال على المعارضة أن يتكاتفوا جميعا لإسقاط أردوغان وعلينا أن ندعمهم. إذن القضية هنالك من يسيس وهنالك من يدعم، وعندما تفشل كل هذه السبل يتم الإعازة إلى هذه البيادق، يعني البيكاكا والمنظمات الإرهابية حتى داعش. ألم يقل ترامب بأن أوباما هو الذي صنع داعش؟ إذن هذه بيادق تستخدم من قبل الآخرين وعلى رأس الدول الغربية وعلى رأس أمريكا لتغيير الأنظمة السياسية. وتركيا أصبحت مستعصية على أمريكا خصوصا بعد إس 400 والتقارب مع روسيا، وأصبحت تركيا يجب أن توضح لنا سيد يوسف كاتب أوغلو لأن الوقت يعني يداهمنا، ولا أريد المرور على هذه النقطة لأنه في غاية الخطورة. اليوم أنت تشير وفق ما ترى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تغير النظام في تركيا، وهذا التوقيت قد يبدو لافتا لأن استقرار تركيا مناسب يعني أقل حاليا بالنسبة لواشنطن، لأنه تحدث عن حليف أساسي في ناتو في تحولات تطال المنطقة وساحة أوسع حتى على المستوى الدولي، خصوصا بموضوع سوق طاقة، وتركيا لديها موقع جيوستراتيجي مهم يحتاج الأمر للتدقيق. يعني إن كان كذلك تذهب بمثل هكذا سيناريو خطير واشنطن؟ بكل تأكيد نعم، يعني لم تعد تركيا الحليف المفضل لدى أمريكا، هذا حقيقة واقعة على الأرض. بايدن هو الذي صرح قبل أن ينتخب رئيسا لأمريكا بأنه قال لمساعديه علينا أن نتعاون مع المعارضة جميعا لإسقاط أردوغان، ولكن ليس عن طريق الانقلابات وإنما عن طريق الديمقراطية وصناديق الاقتراع. هذا يفسر لماذا يسمى الآن في تركيا الطاولة السداسية التي هي عبارة عن أحزاب هامشية بالإضافة إلى معارضة حزب الشعب الجمهوري والحزب الجيد. إذا نتكلم عن نوايا مبيتة، وأتوقع أن أمريكا نفسها هي عبارة عن عدة لوبيات، ليس فقط هي على قلب رجل واحد. ربما هنالك تقارب سياسي أو سعي لتقارب سياسي من بعض اللوبيات في أمريكا، ولكن أيضا نعلم أن سياسة الكونغرس قد تختلف عن البنتاغون، قد تختلف عن البيت الأبيض، الكل له أجندة معينة. وبالتالي حتى نختم بجملة، عفوا، ما الذي سنراه؟ يعني ماذا سيترتب على تركيا انطلاقا من ذلك؟ الرئيس التركي أصر على الذهاب بعد هذه العملية للمشاركة في قمة العشرين، وهذا كانت أيضا من الأمور اللافتة، أيضا تحدث عن العملية وتابع بالذهاب إلى قمة العشرين. ماذا يترتب هنا إذن على حزب العدالة والتنمية حتى نختم بجملة؟ طبعا هذا يدل على مدى قوة تركيا، وأن إصرار الرئيس على استكمال برنامجه بالسفر إلى أندونيسيا يدل على أن تركيا دولة مؤسسات، وتركيا اليوم غير تركيا الأمس، وهي دولة قوية ولن يهز هذه ما حدث اليوم من تفجيرات استهدفت تركيا والدولة والسيادة والحكومة والرئيس بنفسه، وبالتالي يدل على أن تركيا ماضية في طريقها التنموي وإحلال الأمن والسلام والمشاركة في الجي 20، وهذا هو ديدن تركيا كدولة عظمى. سيد يوسف كاتب أوغلو الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام المسائية. دائما مشاهدين المزيد من الأخبار والتقارير ومواكبة البث الحي تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net. إلى اللقاء.